الشيء اللي بناكله أو بنشربه ممكن يأثر على طريقة عمل الأدوية بطريقة سلبية. لهيك في فقرتنا اليوم رح نحكي عن بعض الأطعمة اللي ممكن تأثر على الأدوية. لهيك بدنا نحكي بالبداية عن تعارض الأدوية مع الأطعمة. شو يعني تعارض الأدوية مع الطعام؟ اللي هي تفاعل في العناصر الغذائية الموجودة بالأطعمة مع الدواء. ممكن هذا التفاعل يسبب لي يا إما زيادة في امتصاص الدواء للجسم أو ممكن يؤدي لي إلى نقصانه. إذا أدى إلى زيادة في امتصاص الدواء في الجسم ممكن يزيد لي على الأثار الجانبية اللي بسببها الدواء. أما إذا كان في نقصان ممكن ما يكون له فعالية الدواء. عشان هيك لازم ننتبه على الأطعمة اللي بناكلها واللي بتأثر على أدويتنا. مثلاً الناس اللي بتاخد الوارفارين لازم تنتبه على الأطعمة الغنية بفيتامين كي، مثل الورقيات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي، غنية كتير بفيتامين كي. نيجي نحكي عن الكريب فروت، عنصر كتير مهم لازم ننتبه عليه، إنه الكريب فروت ممكن يعمل لي مشاكل مع الأدوية سواء كان زيادة امتصاصها في الجسم أو حتى نقصانها في الجسم. نحكي عن التومة، سواء أخذنا التومة كمكملات غذائية أو أخذناها من الأكل لازم ننتبه عليها، لأنها ممكن تتفاعل مع بعض الأدوية مثل عنا مضاد حيوي الأيزونيازيد. هذا الدواء ممكن تقلل من فعاليته لأنها بتقلل من امتصاصه في الجسم. الكستنة بتقلل السكر في الدم وكمان بتبطئ من تخثر الدم، لهيك لازم ننتبه ناخدها مع الأدوية. عرق السوس سواء كان على شكل عصير أو موجود بالأكل على الحلويات لازم ننتبه، لأنه بيعمل على زيادة احتباس الصوديوم والماء في الجسم. الكافيين سواء الشاي القهوة أو الأكلات اللي بتحتوي على كافيين لازم ننتبه أخذها مع دواء الفاليوم، لأنه بيقلل من فعاليته لأنه بيقلل من امتصاصه بالجسم. الكركم نستخدمه بالبهارات بكثرة، عشان هيك لازم ننتبه لأنه بيبطئ من تخثر الدم وبيزيد من خطورة النزيف. فيتامين سي نستخدمه مع الحديد حتى يزيد من امتصاص الحديد، زي عنا البرتقال الليمون اللحمة السبانخ كله فيها نسبة فيتامين سي عالية وبتزيد من امتصاص الحديد في الجسم. مش كل الأطعمة بتتفاعل مع الأدوية، عشان هيك لازم تستشيروا الطبيب لحتى تتجنبوا أي مشاكل ودمتم بخير.